استر يا رب. هرب. الحمد لله على السلامة. ألف بركة رجوعك لنا يا أخويا. إيه اللي حصل؟ هرب. متخافش يا ماما، متخافش. سعيد الجن اللي عمل كده؟ ضاي! سعيد الجن اللي عمل كده؟ أيوة يا عرب يا ابني، بهدلنا وهددنا وقال لنا مالكوش أكل عيش في المغربلين كلها. أبوس إيدك يا عرب، أبوس إيدك. هو خلاص عارف إن أنت رجعت فهيعمل لك حساب. إحنا ما صدقنا إنك طلعت من اللي أنت فيه. روح أنت يا ماما، هنزلك على المغرباوي هرجعها لك تاني. والنبي يا عرب سيب مشاكل. استنى بس يا عرب، احنا ما صدقنا انك طلعت بالسلامه. مش عايز اسمع صوتك. خلاص يا عرب انا مسامحه. بص مش عايز اسمع صوتك. ما صدقنا طلعت. اه انسى انسى. تعيط اطلعي. عايز اسمع. شفت اللي حصل؟ من غير لف ودوران بقى عشان انا غاضب. النمره الخايبه بتاعتكم اللي انتوا عملتوها قبل ما الحكومه تاخدني وصلتني، بس العبد اللي لا لا مؤاخذه النمر دي لا بتاكل ولا بتشرب معايا. كده انتوا ليكوا عندي واحده، هتاخدوها هتاخدوها، بس لما اقول لكم. انا مش فاهم حاجه. هو انت جاي ترازينا وترمي بالك علينا ولا ايه؟ لا مش انا اللي ارمي بالك، وطالما انت مش قد انك تقف قصادي وتقول لي انا عملت واحد اتنين تلاته، يبقى انا عاملك وعامله العيال الصغير اللي بيحذف الطوبه ويجري. ايه عارف في ايه؟ انت جاي تقل مننا في محلنا ولا ايه؟ ولا هتعمل معانا زي ما عملت مع الجدع اللي بره؟ لا العفو، انا امي ربتني ان انا ما هنش الكبير، حتى لو جه عليا. محلكم ده مفتوح وفي بضاعه لاجل كلمه انا اديتها لكم بتاعتكم اللي انتم ما عرفتوش تحموها. يعني انا طلعت راجل محترم وقدمت لكم الخير، كان جزاتي ان انتوا هزيتوا عليها شويه عيال عشان يقلوا مني. بس ملحوقه. ما دام جبتوا ورا انتوا الاثنين يبقى انا حقي اوصل لي وانتوا ما تلزمونيش في حاجه. بس ورب النار لو جيتوا على سكتي تاني انسى كلام امي وهدوس على وشك وهدوس على وشك وتشكر ما تحرمش.